بقول رأيي الشخصي لا شبهة في التعامد على الإطلاق. تسديدة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام يا شملز، بشكر فيك من الصبح يا ولد يا لعيب يا كبير قوي، يا ولد يا لعيب يا كبير قوي، يا 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 يا. بقول لكم مشروع نجم كبير في الكرة المصرية، السبعة حكاية وجول جميل جدا. بصوا السبعة ديت زمالك كان بيعملها سمير قض نجم الزمالك في الستينات، وكان من اللعيبة المشاهير جدا بيها، ما شفتش من زمان في كرة القدم الحديثة السبعة ديت. سبعة جميلة، سبعة ليه؟ لان اللعيب بيعمل بالكرة رقم سبعة بالعربي، السبعة بيسحب الكرة لورا ويمدها لقدام، يعمل رقم سبعة على الارض، اكنه بيكتب بالكرة على الارض.